شخصيا بعد ما جرى بيننا من حديث حول هذا الموضوع أن الهوى كبيرة وكبيرة بهذا الحجم، لأن ألمانيا والجزائر دولتان متعلقتان بنفس المبادئ، احترام ميثاق الأمم المتحدة، احترام القانون الدولي، احترام سيادة الدول، احترام الحرمة الترابية للدول، احترام حق الدول في أمن متكافئ وغير منقوص. أظن أن على هذا الأساس يمكن أن نختلف في تصورات للحل، لكننا لا نختلف عن حول هذه المبادئ المؤسسة. فنحن نرى أن الفرصة لا تزال قائمة لوساطة لإحلال حق حل سلمي لهذا هذه الأزمة التي أربكت منظومة الأمن الجماعي، وواجبنا أن ندحر هذا الارتباك ونقيم منظومة أمنية جماعية على أساس المبادئ التي نحن متفقون حولها.